انطلق اليوم منتدى مصر للتعدين 2023 في نسخته الثانية، وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا خلال كلمته في المنتدى أن قطاع التعدين المصري بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس خلال الربع الحالي من هذا العام. افتتح الملا المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة و34 من الرعاة المحليين والدوليين، بما يوفر فرصة فريدة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية الأعمال في قطاع التعدين. أبارك لأشقائنا في مصر المؤتمر التعدين. تسليط الضوء على هذا القطاع أمر مهم جدا. الحمد لله الفرص اللي موجودة اليوم في مصر وفي المملكة والمنطقة الجيولوجية الواحدة اللي هي تعتبر الدلع العربي والدلع النوبي فيها فرص كبيرة جدا واعدة. علينا مسؤولية كبيرة كحكومات كمسؤولين أن نسلط الضوء على هالفرص وأن نجتمع مع المستثمرين وفهم احتياجاتهم. احنا بنحاول نأكوميديت النيدز للتعدين في مصر، فبنطور نفسنا بشكل سريع جدا. النهاردة من 20,000 سكوير متر في أريا في قلب القاهرة ل 40,000 سكوير متر في اريا فول اوف اكويبمنت. عندنا معدات ضخمه جدا وسامبلز وورش ضخمه للصيانه، وافتكر احنا الورشه الاهم في صناعه التعدين في مصر وصيانه الحفارات وخلافه. احنا شركه متخصصه في التفتيش والتحاليل والرفع المساحي، تخصصنا التفتيش والتحاليل، التحاليل بتاعه الماينز اللي موجودة دلوقتي اللي في المؤتمر. الشركات اللي بتطلع التعدينية كلها بتطلع مواد أولية من الجبل، احنا بناخد المواد الأولية دي. طبعا هي المرة الأولى بنشارك فيها في إيفنت أز بارتنر أو أز إكسبتور في إيفنت بمصر. بصراحة جينا نشوف إيش الفرص اللي ممكن يكون فيها انتر أكشن ما بين السوق السعودي وما بين السوق المصري في قطاع التعدين. بصراحة الحضور اليوم كان ملفت جدا يعني في المؤتمر، وبإذن الله حتتكرر بالسنوات الجاية.